بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 46 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد البر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله. هذا سائل من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، يوجد لدينا رجل متفرغ من الأعمال، دائما في المسجد يصلي مع الجماعة ولله الحمد، ويبقى في المسجد، وأي جماعة تقوم تصلي مرة ثانية يقوم معهم، وهكذا تتكرر حالته عدة مرات مع هؤلاء وهو ينوي بذلك التنفل، فهل عمله هذا فيه شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي ورد في إعادة الجماعة في مسألتين. مسألة الأولى: إذا دخل المسجد والصلاة تقام وهو قد صلى، فإنه يدخل معهم بنية النفل، بدليل أن اثنين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في مسجد الخير بمنى، وجلس خلف الصف، فلما سلم صلى الله عليه وسلم دعا بهما فسألهما: ما أجلستكما والناس يصلون؟ قالوا: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتم والصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. الصورة الثانية: إذا صلى الناس وجاء رجل قد فاتته الصلاة، فإنه يستحب أن يقوم معه من يصلي معه لأجل أن يكون في جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما دخل رجل بعد الصلاة من يتصدق على هذا يصلي معه، فقام رجل فصلى معه. وهاتين الصورتين، أما أن يجلس في المسجد كل من جاء دام يصلي معه فهذا غير وارد. إذا أراد أنه تنفل يصلي وحده، تنفل وحده بما شاء بدون أنه ينتظر لما يجي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يدخل دورات المياه وبجيبه شريط كاسيت تلاوة؟ لا أرى بأسا في ذلك، لأن الشريط ليس مصحفا ولا يأخذ حكم المصحف. نعم. يقول أنه لا يشغل التسجيل، لا يشغل التسجيل في الجوال أو في غيره القرآن وهو في داخل الحمام. نعم. يقول: بعض الناس يعطيني فلوس لأتلو القرآن على مريض بنية الشفاء، وتكون القراءة في غير مكان المريض حيث أذهب إليه في بيته، هل بأخذه شيء؟ الأصل جواز أخذ الأجرة على الرقية، لأن نفرا من الصحابة أضافوا أي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم أو رئيسهم، فجاءوا إلى الصحابة يطلبون من يرقي، فقالوا: إن استضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل، فتشارطوا على قطيع من الغنم، فقام رجل من الصحابة وقرأ الفاتحة على ذلك الذي فقام أنما نسق من عقاب، فاستاق القطيع ولم يقسموا حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اقسموا واضربوا لمعكم بسهم، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا دليل على جواز أخذ الجعل على الرقي، ولكن لا يكون القصد من هذا الاحتراف وأن يفتح محلا كما يفعل بعض الناس اليوم لأجل طمع الدنيا، ويصبح كأنه طبيب والناس يأتونه زرافات ويسجلهم مثل ما يسجل الطبيب، وهذا أصبح حرفة. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، إنما يقرؤون على الناس وإذا أعطوا شيئا أخذوه، أما أن يجعل هذا حرفة له. ثم أيضا قد يدخل في الرقية في طلب الدراهم من لا يحسنها، إنما يريد الدراهم وقد يكون جاء لأن فوقع في الشرك من أجل أن يحصل على الدراهم. هذه أمور يجب أن تضبط، وأن الإنسان لا يتخذ القرآن حرفة لأجل الدنيا، لكن يقرأ القرآن تقربا إلى الله ويرقي المريض من باب الإحسان إليه، وإذا أعطي شيئا فلا مانع أن يأخذه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل ألف ألف عين يقول: شخص
توفي وعليه ديون لأشخاص آخرين، هؤلاء الأشخاص تفرقوا وذلك منذ عدة سنوات، يقول بحثت عنهم فلم أجد أحد منهم، ما واجبي وما موقفي الآن مع هذه الديون التي بذمتي مع أنه مضى على هذا سنوات عديدة؟ الواجب عليك أولا أن تتعرف على أصحاب هذه الديون ولو بالإعلان، بأن تعلن من كان له على فلان حق يتقدم إليه، تعلن في الصحف وتسأل من يعطيك الأخبار، أو إذا فعلت ما تستطيع من تعرف عليهم ولم تحصل على معرفة ولم تهتدي إليهم فتصدق بهذا المال على نية أن أجره لهم وأنت تتخلص منه. الأخت أم فراس من الخرج تقول فضيلة الشيخ، جد زوجي لأبيه أو لأمه هل هو من المحارم؟ أي هل أكشف وجهي عندهم أم لا؟ نعم، كل آباء زوجتي من جهة الأب أو من جهة الأم وأجداده وأجداد أجداده كلهم محارم لك، لأنك حليلة لابنهم. الله جل وعلا لما ذكر المحرمات على وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه، فهي محرمة على الأب والجد من جهة الأم ومن جهة الأب سواء قرب أو بعد. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائلة عين ألف تقول، عمر ولدي الآن 24 سنة، عندما كان في الصف الثاني الابتدائي فقدته وجعلت أبحث عنه فلم أجد، فساعدني فاعل خير أثناء البحث عنه وقلت له إذا وجدت ابني لك ذبيحة من عندي، أي نذرته نذر، فوجدت ابني ولله الحمد بعد البحث عنه، فأتى الرجل بعد فترة إلى منزلنا الذي نسكن فيه ولم يخبرني أحد، وبحثت عنه فلم أجده وجعلت أسأل عنه وأسأل أقربائي عن ذلك، فقال أحد الإخوان عليك أن تذبحي وتوزعي هذا النذر لوجه الله تعالى، فذبحت ذلك ووزعت اللحم دون أن أخبر هذا الشخص، وما واجبي الآن؟ نعم، ليس عليك شيء، لأنك نذرتي مباحا، نذرتي مباحا أن تعطي هذا الرجل شاة أو خروفا إذا وجدتي ابنك، وقد وجدتي أنت مخيرة بين أن تدفعي هذه الذبيحة إلى ذلك الشخص أو أن تكفري عن يمينك، مخيرة بين فعل هذا النذر وبين كفارة يمين، ولكنك ما دفعت هذا الخروف أو هذه الذبيحة ما دفعتها للشخص المعين، عليك كفارة يمين. نعم. السائلة جواهر تقول بأن عندها ذهب منذ سنوات عديدة وتلبس هذا الذهب في المناسبات والأعراس وذهابها إلى أقربائها، هل تقول أزكي عن السنوات الماضية؟ الذهب المعد للاستعمال ليس فيه زكاة لأنه أصبح من الملبوسات وليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم. أبو عبد الملك من الرياض يقول، بالنسبة للمصائب الشيخ التي تصيب الإنسان بالهموم والأحزان، هل هي بسبب الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان أم هذا ابتلاء من الله عز وجل ابن آدم؟ قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أن هذه المصائب أنها بسبب الذنوب، من أجل أن يتنبه المسلمون ويتوبوا إلى ربهم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر ورد لسمه أبو أحمد يقول، ما هو واجب المسلم والمسلمة، أو يقول كيف يكون الرجل محسنا إلى أهله بالكلام الطيب، وماذا يدخل بالكلام الطيب مأجورين؟ الكلام الطيب معروف وهو الكلام اللين والكلام الذي يدخل السرور على الناس، على الله جل وعلا، وقولوا للناس حسنا، والكلام الذي يؤثر في المدعو إلى الله على تعالى ولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، والكلام الطيب بالدعاء، وأعظم ذلك إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، الكلام الطيب أنواعه كثيرة. رسالة أخرى بعثت بها سائلة تقول بأنها امرأة حامل وقد أفادتها الطبيبة بأن الطفل سيولد متخلف، وسؤالي تقول الشيخ صالح، هل يجوز لي أن أدعو الله بالخيرة، يعني أن أقول إن كان في ذلك في حياته خيرا له ولي فأسأل الله له الحياة، وإن كان عكس ذلك فأسأل الله أن يكتب له ما يحب ويرضى، هل هذا يعتبر اعتراض على قضاء الله وقدره أم لا؟ أفيدونا بذلك. أولا الأطباء لا يقطع بكلامه، إنما يخبرون عن ظن، فلا يقطع بكلامه، ربما يكونون مخطئين.